يلا بقى نبدا على المجموعه التانيه اللي هي مجموعه هند الكبوتيك المركز. مجموعه هند الكبوتيك المركز قلنا انها بتكشف عن انيونات ايه؟ بتكشف عن انيونات الهاليدات كلها. بتكشف عن قلنا الهاليدات هي انيونات الهالوجينات. فبالتالي بتكشف عن انيون البرومين اليو دي. فبالتالي بتكشف عن اعماضه. قلنا دام عندك انيون من لافلز بس لما بتيجي تكشف بيكون انيونه المقطع الاول وليد. لما بيتحول للهند بيتحول للهايدرو المقطع الاول وليد. فبالتالي انت بتكشف دلوقتي على حمض الهيدروكلوريك الهيدروبروميك الهيدرويوديك وبتكشف كمان على حمض النيتريك النيتريك وبتكشف عن حمض النيتريك يعني اللي جاي من انيون النيترات قلنا اللي قال بتتحول ليك تمام اوكي. دلوقتي احنا قلنا ان هو بيكشف عن ايه الاساس العلمي للكشف عنه؟ قلناه قلنا ايه الاساس العلمي؟ الاساس العلمي من الكشف عنه بالكشف من مجموعه حمض الكبديك المركز ان حمض الكبديك المركز اكثر مع التسخين انا حمض الكبديك المركز اكثر ثباتا فهو مع التسخين يحل محل او يطرد الاحماض الاقل ثباتا منها من املاحها في صور غازات يمكن الكشف عنها بسهوله يمكن الكشف عنها ايه؟ بسهوله عن استخدام الكواشف المناسبه ماشي. واحنا دلوقتي عندنا اربع انيونات طبعا اقل من المجموعه الاولى فدول مستحسن هنخلصها اسرع المفروض. انيون اول واحد الكلورويد سي ال سالب بعد كده برومين بعد كده اليودي. قلنا اساسا ان احنا عندنا كبريتيد كبريتيد بالدال وكبريتيد بالت وكلوريد وبروميد واليوديد وفوسفات كلهم تجربه متاكديه بالاتش ان او سي ماشي. ولكن والتجربه الرئيسيه بالنسبه للكلوريد والبروميد واليوديد كلهم باضافه الاتش او اس او فور من نفس المجموعه. يبقى ايه التجربه الرئيسيه؟ باضافه حمض كبريتيك مركز الى الملح الصلب مع التسخين اللزم. وللاسف انت عندك دايما بيلزم مع التسخين ايه؟ اللزم تمام. فبعد ما تعمل المشاهده التجربه دي هتعمل ايه؟ والله المشاهده انت عارف ان حمض الكبريتيك الاس او 4 هتيجي على السيرو دول يلا يتكتب من هنا معروف اتعودنا عليها. طب ماشي بعد ما يطرد هيحصل ايه؟ والله هيخرج غاز كلوريد الهيدروجين. هيخرج غاز كلوريد الهيدروجين نفسه ازاي؟ طب ما احنا قلنا يا ابني ان عندك في التجربة الأولى عملنا الانحلال وقلنا إن إحنا عندنا المجموعة والمجموعة الثانية هيحصل لها انحلال أما المجموعة الثالثة هتترسب تمام؟ فالمجموعة الأولى والثانية المجموعة الأولى وحمض النتيج من المجموعة الثانية حمض النتيج من المجموعة الثانية بينحلوا المية والأكسجين بينحلوا لمية وغاز وحمض النيتروز والنتيج بيطلعوا مية وغازين مية إيه وغازين ماشي بالنسبه للانحلال، الانحلال قلنا ان احنا عندنا المجموعه الاولى والثانيه بينحلوا ويسخبوا في صوره غازات، ولكن المجموعه الثالثه يصعب انحلالها وما ينفعش يكشف عليها بالاتش سيل والاتش اس او 4 فبيجيب لهم الفتاك الكبير اللي هو كلوريد الباريوم، كلوريد ايه الباريوم هو اللي يكشف عنه، ولكن لما بيكشف عنها ازاي؟ بيكشف عنهم ويترسبوا ويترسبوا، يعني بينفصلوا على صوره تواصل، فما فيش انحلال حصل في الموضوع، اذا الانحلال هنتكلم عليه في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. في المجموعه الاولى قلنا ان احنا اي انحلال بيظهر اي مجموعه انحلال او مجموعه ورا ثانيه المفروض يطلع لنا ميه وغاز تمام. بس احنا قلنا ان الحمض الهايدرو الحمض ايه الهايدرو يعني اللي ما فيهوش اكسجين اللي هو هايدرو كبديك من الاولى والهايدرو كلوريد وبروميد ويوديك من المجموعه الثانيه. قلنا ان دول هيطلعوا غاز بس لانهم ما عندهمش الامكانيات انهم يطلعوا ميه ما عندهمش اكسجين. قلنا حمض النيتريك طلع ميه حمض النيتروز طلع ميه وغاز وحمض النيتريك وقلنا وهعيدها المره الثالثه ازاي بتعملها المره الثالثه تمام. وقلنا حمض النيتريك عملناها بس وقلنا حمض النيتريك هيطلع ساعتها ميه وغازين اكسجين واول اكسيد النيتروجين تمام ويا ناس وثاني اكسيد النيتروجين ثاني اكسيد النيتروجين. ندخل بقى على النيتروجين. اول حاجه ان يتصاعد غاز عديم اللون هو كلوريد الهيدروجين هو كلوريد الهيدروجين لازم تكتب بالقوسين ماشي اتش سي غاز ماشي. قلنا اتاكدنا ان ده ليس له خواص حمضيه غير غاز تمام. طب الغاز اتش سي ال ده هعمل عليه بقى دلوقتي عشان اعرف ان هو اتش سي ال طلع. والله الغاز كلوريد الهيدروجين اوكي يكون سحب بيضاء من قوسين ان اتش 4 سي ال عند تعويضه ل عند تعويضه لشريحه او لقطعه زجاج
عليها غاز النشاط، عليها مبللة بغاز النشاط، مبللة بالنشاط. ماشي. تمام. بيكون صحب بيضاء ليه ان اتش فوسي امتى؟ عند تعريضه. عند تعريضه ايه؟ والله عند تعريضه لكتلة الزجاج او مثلا الكتلة ماشي. بيكون صحب بيضاء عند تقويم صاق او حتة زجاج مبللة بمحلول النشاط. بمحلول ايه؟ النشاط. تعالى كده نجرب. أول حاجة بالنسبة لإن الإتش بإن نجيب مثلا أي كاتيون قلنا ممكن نحط البوتاسيوم، ممكن نحط صوديوم، ممكن نحط أي حاجة. إن إس إل زائد إتش 2 إس أو 4 قلنا أكيد هنحط عسى تسخين. إن إتش لسببين، أول حاجة الإس أو 4 مؤكد، وقلنا إن كمان إحنا قلنا الإس أو 4 مؤكد دي صدفة. المعدة قلت لك كل الحمض فيه كل ما عدى فيه عندك كبتيك مؤكد هتبقى ساعتها نحط فيها تسخين، ولكن هنحط التسخين فعليا قلنا عشان ال HCl اللي هيطلع هينحل بيه لان متوسط الثبات درجه غليانه عاليه حبتين. ماشي. فاكننا ما حطيناش التسخين دلوقتي عشان ناخدها تاتا تاتا. NaCl زائد H2SO4 لازم نحط هنا 2 ال SO4 يروح ال SO4 يروح بدل دي كام منين؟ يطلع NaSO4 نحط هنا 2 عشان SO4 سالب 2 زائد ال HCl. قلنا ان ال HCl هتنحل بتاني الحراره الى HCl برضه. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ والله ده كان دخل كسائل AQ كمحلول مائي وخرج كغاز. يعني كان دخل كحمض هيدروكلوريد وخرج كغاز كلوريد هيدروجين. تجمع المعادله وقلنا ساعتها 2NaCl زائد H2SO4 قلنا دي كده كده طلعت معادله. فنحط الكومبليكات موجوده فوق ونحط التسخين. ماشي. ويطلع لنا Na2SO4 زائد HCl بس هنا في صورة غاز، هنا في صورة AQ لأنها كبريتات وخلاص عرفنا إن الكبريتات كلها تدف ماء على HGBB كالسيوم باي. ودي حمض كبريتات مركز فهنحط L مش هنحط LQ، وده دايما هنحط محلول دايما تجربة رئيسية قلنا إن إحنا بنحطها في صورة ملح صلب. تمام. يبقى دي التجربة الرئيسية. والتجربة الرئيسية بتكمل عندما يكون صحب بيضاء لتقليب زيت بلغاري. ماشي. ادي ال HCl اللي هو غاز، هنورده هنقرب له صب زجاجيه مبلله بمحلول النشادر. محلول النشادر ان H3 هتطلع لك ان H4Cl. انا شرحت لك المعادله دي في المحاضره اللي فاتت، وقلت لك ان المعادله دي ايه اللي كان ينزل ان انا اشرحها لك فيها؟ ان انا قلت لك ان انت عندك ان H3 ده غاز اسمه غاز النشادر او غاز الامونيا. تمام؟ وقلنا ان ده خواص خلويه بس ضعيف. ماشي. قلنا ان هو لو اكتسب بروتون، مش اكتسب هيدروجين، ده اكتسب بروتون. لو اكتسب بروتون اللي هو ايون الهيدروجين بكون حاجه اسمها امونيوم. دي مجموعه ثانيه بتاعت مش مجرد. ماشي. لو فقد هيدروجين واحد بس قلنا ساعتها بيكون بيبقى ان اتش 2 ومستني ربطه تساهميه عشان هو اساسا كده عامل كده اهو. هو فقد الهيدروجين فاتبقى له ان اتش 2 ربطه تساهميه مفتوحه مستني يطلب بيها حد. ده اسمه امينو او بنسميه امينو. قلنا ان الامينو ده لو ارتبط باسيد بنسميه ساعتها امينو اسيد اللي بنسميه حمض اميني. فالامينو ده مجموعه وظيفيه من المجموعات الوظيفيه اللي بنكشف عليها التحليل الكيفي للمركبات العضويه. ماشي. وقلنا ساعتها لو فقد سالب تاني بيكون لنا ان اتش بيستني يكون عنده رابطتين لسه محتاج يرتبط بيهم، قلنا ده ساعتها اسمه ايمينو. ولو ارتبط باسيد بنسمي ساعتها بيطلع لنا حاجه اسمها حمض ايميني او حمض ايمينو اسيد. وايمينو اسيد الامينو اسيد هو اللي بيدخل في تكوين البروتينات، ولكن الايمينو اسيد لا. تمام.
وده هو كتير وده القليل. ماشي. اوكي قلنا ساعتها برضه معلومه عنك، عندك 20 حمض اميني جوه جسمك هم بيكونوا كل البروتينات. حمض 20 حمض اميني هم بيكونوا كل ايه؟ البروتينات. المفروض الطريقه دي هتاخدها ان شاء الله في الدي ان ايه في الاحياء. تمام. قلنا ال H4 ال NH4 اكتسب ايون هيدروجين من ال CL، اكتسب ايون هيدروجين. طب ليه ما اكتسبش الهيدروجين نفسه؟ قلنا ان ال CL سلبيته الكهربائيه عالية، سلبيته الكهربائية عالية، فالهيدروجين لما خرج ما عرفش ياخد الكترونه معاه، فخرج من غير الالكترون اللي كان مشارك بيه في الرابطة التساوية، عشان يبقى السي ال مكتسب عنده الكترون زيادة، و2 اتش 4 بقى عنده بروتون زيادة دون ما يكتسب الكترون، فكل منهم ده بقى ياكل شوية مرتبط ياكل شوية سالبة، حصل ما بينهم جذب الكتروستاتيكي اسمها رابطة أيونية، سمينا حاجة اسمها كولويد الأمونيوم. تمام. ماشي، عشان ما نخرجش بره حتة المجموعة الوظيفية. قلنا ان الاتش اس ان اتش 2 دي مجموعه وظيفيه. قلنا ان المجموعه الوظيفيه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها هي كانت الاو اتش. قلنا ان الاو اتش اسمها هيدروكسيل. ماشي، ساعتها كان في سؤال كنت عايز اسالك بس نسيت اساله المره اللي فاتت للاسف. ان الاو اتش قد تحمل شحنه سالبه وقد لا تحمل. تمام؟ لو حملت شحنه سالبه ده يبقى ساعتها اسمه هيدروكسيل. ده بتاع الخواص القروية. ماشي؟ وده مكتب وده قطبي، فلما يذوب في الماء بيظبط الخواص القروية، أما الأو اتش ده اسمه هيدروكسيل. ده مش قطبي. ومش هو المسؤول عن الخواص القروية، ده مجموعة وظيفية في المركبات العضوية. ماشي؟ ففي فرق بين كلمة هيدروكسيد وفي فرق بين كلمة هيدروكسيل. الهيدروكسيد قطبي فبالتالي الهيدروكسيد قطبي فبالتالي هو المسؤول عن الخواص القروية ويزرق ورقة بدل المحلول النشاط. فهو إيه؟ يزرق ورقة عباد الشمس. أما ده متعادل التأثير على ورقة عباد الشمس. متعادل التأثير على ورقة عباد الشمس. ودي ساعات بتيجي كتعليلات يقول لك مثلا الفينول او الكحولات اللي هي بتحتوي على هيدروكسيد متعدده التاثير على عباد الشمس، ولكن ان اي او اتش او هيدروكسيد البوتاسيوم يزرق ورقه عباد الشمس. هتقول ساعتها ان مجموعه الهيدروكسيد مجموعه متأينه او مجموعه قطبيه متأينه تزرق ورقه عباد الشمس، مجموعه الهيدروكسيد فيها مجموعه متعادله غير قطبيه متعدده التاثير على عباد الشمس. تمام. المهم ساعتها نرجع للموضوع ده ان ال HCl اللي هو غاز، ان ال HCl اللي هو برضه غاز لو اتضربوا مع بعض بيطلعوا لنا كلوريد الامونيوم. طب انت دلوقتي فعلت انا عايز اعرف عرفت ال HCl مع ال NHCl. ماشي، هو ال NHCl هو محلول النشاط، انت كده عملت ال HCl اللي هو غاز صح؟ والله هي مفيش اي مشكله، يعني انت لو عايز ترتبط مع ال HCl وتفاعل مع ال NH4 مع ال NHCl وتحط عليها AQ كانها سائل مفيش مشكله، تطلع نفس الحكايه اللي هتطلع بقى ال NH4 سائل. فانت لو كنت تحت ال NHCl بس او AQ مش هتفرق معاك، الاثنين يعتبروا صح. لو انت فعلت مع الغاز نفسه، لو فعلت مع الغاز نفسه يعني هما الاثنين في الهواء كده عادي هيطلع لك HCl، ودي حتى التجارب دي حتى بيعملوها كتجربه. ولكن بانك كتبت في المشاهده عند تقييم صدمه بدل المحلول النشاطي فانت يستحسن وده الصح انك ما تكتبش جي، المفروض تكتب اي كيو. يعني انت ذوبت الغاز في ميه وحطيت الصاد في المحلول ده، وبقى دلوقتي مبلل بمحلول النشاطي، هتعرضه لغاز كلوريد الهيدروجين عشان يطلع لك كلوريد الامونيوم. كلوريد الامونيوم ده عباره عن سحب بيضاء، فهو اس يعني مركب ايه؟ صلب. ماشي، بالنسبه للتجربه التاكيديه قلنا التجربه التاكيديه بالنسبه لكلوريد بروميد يوديد وفوسفات، وكان في الاول كبيتين وكبيتين، بنحط محلول نترات الفضه، بنحط محلول نترات الفضه الى محلول الملح. فالتجربه ايه؟ التاكيديه. خلاص احنا عرفنا بيضاف محلول نترات الفضه الى محلول ايه؟ الملح. يبقى ادي نترات الفضه زائد ال HCl زائد ال NaCl بيحصل احلال مزدوج بينهم، بس مفيش حد بيقول التاني يمشي بعض، بيحصل احلال مزدوج ما بينهم. ماشي، ال NA هتاخد ال NO3 ال NO3 تمام، وطبعا ده نترات من غير ما ابص على الباقي يبقى اكيد يزول لانه نترات زي ما احنا شرحنا. طب ماشي، طب بالنسبه لل HCl، ال HCl ده نشوف هو صلب ولا يزول. مش كلويد؟ احنا قلنا جميع الكلويدات والبروميدات واليوديدات تزول في الماء ما عدا AGHGBB، يبقى لا يزول، يبقى هو S. طب
طب لونه ايه والله؟ الـ AGCL ده لونه ابيض. واصل؟ ابيض. تمام، من دلوقتي بقى انا عايز استخدم التجارب التأكيدية كلها مع بعض. هشرح لك التجارب التأكيدية بتاعت الكلويد والبروميد واليوديد والفوسفات كلها مع بعض دلوقتي. ماشي. كده تمام الحته دي كلها ما فيش اي مشكله، بتعمل اعمال الحلال وان الحلال هنا سهل، اتفق جدا ده غليان بس. ماشي، بتكتب التجربه التأكيدية بس. ماشي، في الامتحان بقى بتكتب التجربه التأكيدية بس ما عدا في النيتروز والنيتريك. ماشي، التجربه التأكيدية بعد كده مهما حصل من نشاط تحط تحت جي اتش سي اي كيو. ماشي، ما تحطش تحتها غاز مع ان المعادله برضه صح. ماشي، وبعد كده التجربه التأكيدية بتحط نقرات الفضه. اوكي، يلا بينا. ماشي، بسم الله. أول حاجة عندك ست قلبين دلوقتي بيعبروا عن الست التجارب التأكيدية اللي عندك اللي بيكونوا بالإيه؟ بنترات الفلتر. ففي كل دول في كل أنبوبة AG NO3 زائد ملح، محلول ملح آسف، زائد محلول ملح. ماشي، هنا محلول الملح NA2S وهنا Na2SO3 وهنا NaCl وهنا NaBr وهنا Ni واخر حاجة هي Na3BO4. تمام، يعني هنا في كبريتيد بالدال الصوديوم، كبريتيد بالتاء الصوديوم، كلويد الصوديوم، بروميد الصوديوم، يوديد الصوديوم، وفوسفات الصوديوم. دي طبعا مجموعة كلويد الباريوم. هنا كاتبين المركب المفروض. ماشي، هنا مجموعة كلويد الباريوم، فوسفات من مجموعة كلويد الباريوم، التلاتة دول كلهم من مجموعة ال H2SO4 مركز. ماشي، الاثنين دول من مجموعة ال HCl مخفف. تمام، المركب اللي هيطلع في كل واحد من هنا والله AG2S AG2SO3 AGCl AGBr AGI AG3BO4. ماشي، AG2S اسمه كبريتيد بالدال الفلتر، AG2SOC كبريتيد بالدال الفلتر، AGCl اسمه كلوريد الفلتر، بروميد الفلتر، يوديد الفضه، فوسفات الفضه. تمام، اول حاجه نتكلم على الذوبانيه في الماء، بعد كده نتكلم على اللون، بعد كده الذوبانيه في حمض النيتريك المركز، بعد كده الذوبانيه في محلول النشاط. ماشي، ذوبانية في الماء، أي حاجة
بص يا كبريتيد على طول، كبريتيد لا يزيد في الماء ما عدا الكربون والامونيوم، يبقى ده لا يزيد. تمام، كبريتيد الكبريتيد كلها لا تزيد في الماء ما عدا الكربون والامونيوم، يبقى ده لا يزيد. الكلوريد كلها تزيد في الماء ما عدا الاتش اتش جي، يبقى ده لا يزيد. البروميد كلها تزول في الماء ما عدا الاي جي اتش دي بي بي، يبقى ده لا تزول. النيوديد كلها تزول في الماء ما عدا الاي جي اتش دي بي بي، يبقى ده لا يزول. الفوسفات كلها لا تزول في الماء ما عدا الكوب 1 والامونيوم، يبقى ده لا يزول. اذا ما فيش ولا واحد منهم يزول، يبقى كلهم بواسطه. كلهم ايه؟ بواسطه. اذا كلهم هيكونوا بواسطه يبقى الواحد. كبريتيد الفضه غاصب اسود. تمام، كبريتيد الفضه غاصب ابيض يسود للتسخين. قلنا بيسود للتسخين ليه؟ لانه بيكون الايجيت ويس، بتاخد اربعه من الايجيت ويس او 3 بتعمل لها تسخين بيطلع لك ايجيت او اس زائد 3 ايجيت او اس او 4. تمام، كلوريد الفضه والله ده بقى غاصب ابيض يتحول للون البنفسجي عند تعرضه لضوء الشمس، عند تعرضه للضوء. يبقى كلوريد الفضه هو عباره عن غاصب ابيض يتحول للون البنفسجي عند التعرض للضوء. طب بروميد الفضه غاصب ابيض مصفر يتحول للون الداكن في الضوء. تمام، يبقى كلوريد الفضه غاصب ابيض يتحول للبنفسجي في الضوء، بروميد الفضه غاصب ابيض مصفر يتحول للداكن في الضوء، يوديد الفضه غاصب اصفر يعني كان ابيض بعد كده ابيض مصفر بعد كده اصفر. ما فيهوش ما لهوش لون تاني غير الضوء، هو بس غاصب اصفر وخلاص. غاصب اصفر. طب فوسفات فوسفات الفضه برضه غاصب اصفر. يبقى انت عندك كام غاصب ابيض؟ غاصب ابيض هو كبريتيت الفضه وغاصب ابيض اللي هو كلويد الفضه. اذا بس كبريتيت الفضه بيسود للتسخين وكلويد الفضه غاصب ابيض ده بيتحول لبنفسجي في الضوء الشمس. طيب عندك كم غاصب اسود؟ واحد بس اللي هو كبريتيد الفضه. ماشي، عندك كم واحد ابيض مصفر؟ واحد بس اللي هو بروميد الفضه ولكن يتحول للون الداكن في الشمس. ماشي، عندك كم واحد اصفر؟ اثنين، يوديد الفضه لون اصفر وفوسفات الفضه لون اصفر. ماشي، اذا بنلف حمض النيتريل بالنسبه للكبريتيد، والكبريتيد دول احماض غير متوقع غير ثابته، والنيتريل ده حمض ثابت متوسط الثبات صح؟ فيحل محلهم يبقى دول صح. ماشي، كلوريد الفضة بيدوب في حمض النيتريل، بيدوب في حمض النيتريل. ماشي، بروميد الفضة أنا آسف بالتفكير يعني كلوريد الفضة والكلويد والنيتريل هما الاثنين في نفس المجموعة صح؟ فما حدش يحل محل حد فما يذوبش. نفس الحكاية بالنسبة للبروميد ما يذوبش، نفس الحكاية بالنسبة لليوديد ما يذوبش. طب الفوسفات ده ثابت والنيتريل ده متوسط الثبات هيزول، والحاله دي تعتبرها شاذه زي كده. وده سؤال مهم جدا عمره ما هيجي لان مش علينا في المنهج ولا هتاخده حتى في الجامعه، سؤال صعب وانا ما اعرفش حاله مع اني عارف المعادله، بس التفسير بتاعه ريزن جدا يعني الفوسفات ريزن يعني حتى بيدوب في عند الهيدروكلوريك اللي هو في غلسه اللي هو في الزوبانيوم، بيزوب في عند الهيدروكلوريك المخفف وبيزوب في عند النيتريل المركز. ماشي، يعني مثلا عيلته اللي هو معاه عند الكبريتيك ولا زوب ولا ده ولا ده، ولكن ده الفوسفات ريزن جدا في المعاملات. فانت عم بيزوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف وبيزوب في حمض النيتريك المركز بس ما زال تفسيرهم جدا مش عليك، وحتى لو بحثت على جوجل مش هتلاقيه في عالم مشروع كويس، والانجليزي مش هتلاقيه متفسر غير في المراجع. ماشي، الزبانيق محلول النشادر ده كلام الناس ما بتتكلمش عليها، الزبانيق محلول النشادر. ماشي، بالنسبه لكلوريد الفضه ده يذوب، ماشي، ده يذوب ببطء، ده يذوب بسرعة، ده لا يذوب أساسا. ماشي، الفوسفات يذوب. ماشي، يبقى تقول كده مين بيذوب في حمض النيتريك؟ والله الاثنين دول وعندهم الحق. ليه؟ لأن هم مش غير ثابتين والنيتريك ثابت فيذوب واحدهم. الفوسفات بيذوب بس ما عندوش حق. تمام، الكلويد البروميد اليوديد ما بيذوبوش، هما الاثنين في نفس المجموعة، أنت أحسن مني ليه؟ ماشي، الزبانيق محل النشاط دول مالناش دعوة بيهم. كلويد بيدوب بسرعه، بوميد يدوب بالراحه، يوديد ما يدوبش اساسا، فوسفات يدوب. فوسفات ايه؟ يدوب. تمام، اذا دلوقتي انت عرفت شويه المقارنات ما بينهم، المقارنات دي المفروض لازم تحفظهم غالبا السؤال ده اللي هو الست قلبيب جه قبل كده بدليل تقويم، بس عمره ما يجي في الامتحان الست قلبيب كلهم. تمام، يبقى اخر مره عندنا كم
كان اليوم بيكشف عنه تجربه تاكيديه بالاي جي ان او 3 والله عامل انيونيك كبريتين، الكبريتين، الكلورين، البرومين، اليودين، الفوسفات، تمام؟ اوكي ماشي. كبريتين الفلتة، والله كل الكبريتينات اللي تزود في المغمى عدا الكربون والامونيوم، كل الكبريتات اللي تزود في المغمى عدا الكربون والامونيوم، فهم الاثنين مش هيدوكم. كل الكلوريدات، كل البروميدات، كل اليوديدات تذوب في الماء ما عدا اي جي اتش جي بي بي، فهم الثلاثه مش هيدوبوا. فوسفات، كل الفوسفات تذوب في الماء ما عدا جروب 1 والامونيوم، فهو برضه مش هيدوب. اذا ما فيش ولا واحد من اللي بيعمل عليه التجربه التاكيديه من اي جي ان او 3 بيدوبوا. انت جيت الحق، ما فيش حد من التجربه التاكيديه كلهم بيدوبوا، كل التجربه التاكيديه بتطلعها واصل. تمام. اوكي. بالنسبه للون، كبريتين الفضه لونه اسود، كبريتين الت الفضه لونه ابيض اسود للتسخين لانه بيطلع اي جي 2 اس. تمام. كلوريد الفضه لونه ابيض ولكن يتحول للون البنفسجي في الشمس. بروميد الفضه لونه ابيض مصفر ويتحول الى لون الدكاك في الشمس في الضوء يعني. يوديد الفضه لونه اصفر. فوسفات الفضه لونه اصفر. ماشي. الزغلية في حمض الناتريك، الكبريتيد والكبريتيد بيدوب في حمض الناتريك وليهم الحق. وليهم الحق. الكلوريد والبروميد واليوديد ما بيدوبوش في حمض الناتريك وليهم الحق. الفوسفات، فوسفات الفضة بيدوب في حمض الناتريك ومالوش الحق. تمام. بالنسبة لمحلول النشاط، الكبريتيد والكبريتيد مالناش دعوة بيه. كلوريد بيدوب بسرعة، بروميد بيدوب بالراحة، يوديد. يوديد ما بيدوبش اساسا، الفوسفات بيدوب. اذا الفوسفات بيدوب في محلول، اذا الفوسفات لا يدوب في الماء ولكن يدوب في حمض النيتريك المركز وبيدوب في محلول النشاط. انا بقول فوسفات، فوسفات الفضة. تمام. فوسفات الفضة. ماشي. ماشي. اذا دلوقتي كده التجربه التاكيديه دي كلها خلصناها، مفيش ولا واحد من التجربه التاكيديه دي هيعيدها. بالنسبه للمعدلات، فيها معدلات تافهه جدا. يعني مثلا ادي مثلا الاي جي، الاي جي سيل الاي جي سيل ادي مثلا الاي جي وناخد الاي جي ار الان اي ار الان اي ار لو فعلناها مع اتش اي جي ان او سي والله هيطلع لنا الاي جي بيطلع لنا الاي جي اي اللي هو احنا بنتكلم عليه زائد الان اي ان او سي. بس دي المعادله بالظبط نفس الحكايه بالنسبه للكلور ونفس الحكايه بالنسبه لليودين. وانا شرحت المعادله دي في بدايه الحلقه، الكبريتين والكبريتين في المعادله اللي فاتت. بالنسبه للبروميد، كل اللي انت هتعمله انك انت هتحط جنب الاي جي ان او سي 3 وهتحط من الاي جي والان اي ان او سي ده هتطلع هتحط جنبها 3 بس، مش اي مشكله. خلينا دلوقتي في التجارب الرئيسيه اللي هي المهمه، والتجربه التاكيديه بتاعت حمض الناتريك، والتجربه التاكيديه بتاعت حمض الكبريتين، يعني لسه في حاجات كتير علينا. ماشي. كده كفايه؟ المعادله
مش هكتب ان انا هلال، لان هلال تبقى اتش بي ار تبقى بي ار 2، تمام؟ مالناش دعوه بالحلال دلوقتي. ماشي. بالنسبه بقى ل ان ايه بي ار مع اتش 2 اس او 4 هنحط هنا 2 طبعا، وهنا هنحط ال لان مركز، هنا هنحط اس لان ملح صلب. ماشي. ما دام مركز هنحط تسخين، ليه هنحط تسخين؟ والله هنحط تسخين لان البي ار من متوسط الصلب في درجه الحراره العاليه. تمام. مش هنحط التسخين عشان حمض الكبريتيك، بس بقول لك ان كل ما عدى فيها حمض الكبريتيك احنا هنحط فيها تسخين لسبب ما تاني. تمام؟ معانا بتاعت الحركه الضوئيه. اوكي، هيطلع لنا ايه؟ والله اس او 4 يطلع لنا بيقول لك يلا يمكن من هنا يطلع مين؟ يطلع ان اي 2 اس او 4. زين، حاجه ثانيه هتطلع اكيد وكاسبه، هيطلع لنا اتش بي ار كاكوا سولوشن، وينحل بالحراره يبقى اتش بي ار غاز، ماشي؟ وتجمع المعادلتين فمن الاخر هتطلع لنا هنا اتش بي ار. غاز وده اي كيو. تمام. الاتش بي ار غاز هيتاكسد اكسده جزئيه بفعل حمض الكبريتيك المركز اللي انت تجيبه هنا تاني. ماشي، ولكن هنحط هنا اثنين، تمام؟ اتش بي ار ما هو داخل من هنا بي ار، ماشي؟ فيطلع اتش بي ار. اتش بي ار برضه اثنين زي حمض الكبريتيك المركز، هنا بقى ال، هنا تبقى غاز. هيطلع لنا ايه؟ المعادله دي ممكن تدبكك حبتين، بس اليود نفس المعادله فهتثبت معاك. ايه اللي يحصل يا زميكي؟ اول حاجه انت عرفت ان هو طالع بي ار 2. تمام؟ وطلع ميه. تمام؟ ايه اللي طالع؟ ايه اللي فرق بقى يا زميكي؟ يعني انت خدت الاتش 2 ماشي؟ خدت البي ار 2 وخدت اتش 2 ماشي، طب اول حاجه انت عرفت انك حاطط هنا 2 اتش 2 عشان اتش 2 دول اتش 2 دي. وخدت 2 او من هنا، اتبقى لك اس و2 او اذا طلع لك الاس او 2. اذا انت دلوقتي فضيلك غازين. الغاز ده بيخدر ورقه مبدله بمحدود ثاني كوباية البوتاسيوم البرتقاليه، والغاز ده لونه برتقالي احمر. لونه برتقالي ايه؟ احمر. والغاز ده لونه برتقالي احمر. نسيت الحته دي؟ ويصفر ورقه مبلله بمحلول النشا. يبقى انت كده عندك اتش، يبقى عندك الاتش سي ال نفسه غاز كوبيد هيدروجين بيعمل ايه؟ ورقه مبلله بمحلول النشا؟ كيتساق مبلله بمحلول النشا ما فرقتش يعني. هتطلع هيكون سحب بيضاء. طب غاز بي ار 2 اللي هو غاز البرومين هيعمل ايه ورقه مبلله بمحلول النشا؟ هيصفرها. غاز اي 2 اللي هو غاز اليوديد اللي انت قلت لونه بنفسجي، فاكر؟ انا قلت لك محلول اليود بني، غاز اليود بنفسجي. غاز يود بخار اليود بخار اليوديد اللي هي اي 2 هيعمل ايه ورقه مبلله بمحلول النشا؟ هيزلقها. اذا دلوقتي انت عندك ثلاث ورقات مبلله بمحلول النشا. ال اتش سي ال هيكون سحب بيضاء، البي ار 2 هيصفرها، وبالنسبه للجي وبالنسبه للاي 2 فهيزلقها. تمام. دي التجربه الاساسيه، بالنسبه للتجربه التاكيديه فاحنا قلناها. ماشي، بعد كده اثنين هنا، ثلاثه انيون اليوديد نفس الحاجه بالظبط، ايه المشاهده؟ بعد التجربه الاصليه اللي هي اضافه حمض الكبريتيك المركز الى محلول ملح الى ملح الصلب لليوديد مع التسخين، يحصل ايه؟ والله يتصاعد. غاز عديم اللون، شوفني فوق، بص فوق وانا بكتب اتش اي هو يوديد الهيدروجين يتاكسد اكسده جزئيه بفعل حمض الكبريتيك المركز ويكون أبخرة بنفسجية بقى مرة دي تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا وتنقل الجملة للنكرة طبعا 2 اتش اي زائد اتش 2 اس او 4 ده طبعا ال لان مركز ده طبعا اس لان هي دي التجربة كوم هنحط تسخين لان ده متوسط الثبات تمام هيطلع لك مين؟ يطلع لك ان اي 2 اس او 4 زائد الاتش اي غاز لان انحل بالحراره الاتش اي غاز هيتفاعل تاني مع حمض الكبريتيك المركز ادي يحصل ايه؟ مفيش تسخين في التانية ماشي؟ التانية ما فيهاش تسخين ما تلخبطش في الفيديو دي تمام هيحصل ايه؟ والله هيحصل نفس الحاجه اللي يطلع لك 2 ميه واس او 2 بس المره دي بدل ما يطلع لك بي ار 2 هيطلع لك اي 2
طب اي تو ده لونه بنفسجي وهيزرق ورقه مبلله محلول النشا، ده غاز ماشي. دلوقتي انا هحكي لك على جاز البي ار 2 والاي 2 ناتجه لانها بتقول انها ناتجه من تسخين وشديد حبتين، فبدل انت لما تيجي تعمل اتش 2 او وتقول ان هو بتتسخن ماشي، اتش 2 او بتقول انها بتتسخن، بدل ما بتطلع اتش 2 او وتقول عليها غاز بتطلع بيكون في 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 يعني بابل يعني بخار، فانت بدل ما تكتب غاز على البي ار 2 بتكتب بابل احسن. وبرده بقى على الاي 2 نفس الحكايه، بدل ما تكتب غاز بتكتب في ماشي، هي دي برضه غاز يعني البخار ما هو عباره عن غاز ولكن احنا بنعملها بس بخار يعني تاكيدا للصحه انها ناتجه من التسخين الشديد. ناتجه ايه؟ من التسخين. تمام. اذا معادلتين شبه بعض من ماشي، بالنسبه للاولى فهي السي ال والبي ار واليود متشابهه جدا، بالنسبه للثانيه فهي البي ار واليود يعني شبه او بعض، انت بس شلت كلمه بكل كلمه بي ار شلتها وحطيت كلمه اي. ماشي. اذا غاز كلويد الهيدروجين يكون سحب بضاعه عند تقريبه عند تقريبه لسقف بلد محلول النشاء ماشي، اما غاز البرومين اللي هو البي ار 2 بيصفي ورقه بلد محلول النشاء، غاز اليونيد اللي هو اي 2 بيزرق ورقه بلد محلول النشاء ماشي. غاز ان او 2 غاز ان او 2 اللي هو ثاني اكسيد الهيدروجين لونه بني محمر، غاز بي ار 2 البرومين لونه برتقالي احمر، الخيار البرتقالي الاحمر، غاز اي 2 لونه غاز الاي 2 اللي هو ابخره اليو دي، ابخره اليو بنسميها ساعتها ان هو بلونها بنفسجي. تمام. كده احنا خلصنا يعتبر الكلويد والبروميد واليودي، مش يعتبر احنا خلصناهم فعلا. ناقص بقى النيتريك، خلصت النيتريك يبقى انت خلصت خلاص التحليل الكيميائي. انا مسحت الحته دي غلط انا اسف. بعد كده عندنا انيون مين؟ عندنا انيون النيتروات، وده اسمه نيتروات لان احنا بناخد الفيرست سيلبل او المقطع الاول من النيتروجين زائد ونحط السافكس ييت ماشي؟ بعد المقطع الاول نيترو فيها ييت تمام؟ النيتروات ان او 3 ودي تحمل شحنه سالبه تمام. انيون النيتروات ان او 3 اللي بيحمل شحنه سالبه ده هنعمل له ايه بقى؟ اول حاجه لازم تعمل حسابك انها هتقابل الاحلال وتقابل الانحلال وهتقابل مفيش اكسده، الاكسده في النيتروز تمام. اول حاجه الاحلال ان اتش ان ايه؟ ان او 2 انا زدت من ان ايه؟ خلينا بوتاسيوم انها نفس المجموعه ما فرقتش، بس انا مش عايز ازود عليك الاعداد التكافؤ وقعدت تبقى باذنك. كي ان او 3 زقوت اتش 2 اس او 4 يبقى لازم نحط هنا اثنين اوكي. هتحط تسخين ماشي، هتحط تسخين وكونك تمام عشان يطلع ايه؟ والله المفروض يطلع الكي تاخد الاس او 4 يبقى كي 2 اس او 4 بمعنى العربي الاس او 4 يوحي لان اس او 4 يلا يتكتب من هنا، ده اللي بيحصل بالظبط. بعد كده المفروض يطلع اتش ان او 3 اثنين منهم تمام، دي معادلة الإحلال. بعد كده ناخد معادلة الإنحلال الـ HNO3 قلنا إن إحنا بندخل بأربعات بسبب من النواتج بعمل الرسمة بتاعتها H H H H N N N N 4 3 12 أحط من هنا 4 وأحط من هنا 8 التانيين ماشي. قلنا ما دام كل معانا معاد أقل من H بيسمح إنه يطلع مية كله يطلع مية بـ 4 H فتاخد 2 أكسجين عشان تطلع كام؟ والله تطلع 2 ماي. يبقى اول حاجه تطلع 2 ماي. طب ماشي. اتفصلت الحته دي عن الحته دي، يبقى الاكسجين الاثنين دول بيطلعوا لنا اكسجين، هيطلعوا لنا اكسجين، جزء واحد اكسجين. بعد كده الباقي بياخد بعضه صف صف. زي ما احنا قلنا حتى في النيتوز نفس الحكايه، صح؟ اذا يطلع لك ايه؟ 4 ان او 2. اذا 4 ان او 2. وعرفنا احنا ان او 2 ان هو عباره عن غاز بس تقول ساعتها ابخره بقى انها نبته من التسخين، ابخره بنيه حمراء. تمام.
افشلها هنا ايه حمار. تمام يبقى انت بص كل اللي تعرفه ايه هو تعمل الطريقه بتاعت النتوز النتيج بس تعرف النتيج بيدخل 3 النتيج بيدخل 4 وبقى زي كل حاجه زي الفل. طبعا هتحط هنا تسخين وهتحط هنا كونج. ليه؟ لان ده طالع بال. ليه طالع ال؟ والله طالع ال لان كان في تسخين والتسخين مسخن الميه. تمام ماشي. اتش ان او سي اللي داخل كونج المركز ده اللي خرج اتش 2 او اللي هو ال وO2 اللي هو غاز والNO2 اللي هو برضه غاز بس لو عايز تكتبها برضه مستحسن. تمام. بعد كده ده طلع 4 NO2 بيقول لك بقى هي ايه المشاهده اللي انا ما كتبتهاش هنا دي؟ ايه المشاهده؟ يتصاعد غاء ادخله بنيه حمراء على طول كده. اه فهمت ان الـNO2 قلنا ان هو 99% من اللون يتحول لادخله بنيه حمراء عند الفور. تمام. هي NO2 ماشي وتزداد كثافتها بإضافة القليل من خلاطة النحاس. من خلاطة النحاس. طب تيجي كده نجرب ال سي يو هنضيفها لل اتش ان او سي. احنا ال اتش ان او سي قلنا ان هي بيدخل 4 4 بيدخل 4 اتش ان او سي 4 هيحصل ايه؟ والله اول حاجه لازم تاخد بالك ان هو تسخين ان في هنا المركز ال اتش ان او سي مركز زي الفل ماشي وفي تسخين ال اتش ان او سي ده معاه تسخين اللي بيحصل السي يو على التاكسو بتاعها موجب 2 في حاله التاكسو الشائعه ماشي سي يو بتاخد ان او سي ماشي. قبل ما اسالك نترات نترات نحاس بتدوب ولا مش بتدوب؟ يعني هتبقى اي كيو ولا اس؟ والله مش نترات. اه اي نترات بتدوب يبقى اس يبقى اي كيو اي كيو. تمام ويطلع لك ايه؟ والله يطلع لك لسه حاجتين يطلع لك الميه زي ما بيطلع لك دايما ويطلع لك ان او 2 هتيجي تشوف كده انت خدت السي او تمام واخدت 2 من الان او سي يبقى لك 2 ان او سي و4 اتش يبقى اول حاجه الميه يطلع لك 2 لانها داخله من باب واحد واخدناها من باب واحد اكيد دي اتعودت على اللغه بتاعتي لحد دلوقتي. تمام وده ولسه فاضل لك 2 ان يبقى هنا طلع لك 2 ان او 2 من غير ما تلاحظ الباقي اكيد الاكسجين معدوم. اكيد الاكسجين ايه؟ معدوم. اذا دي هي التجربه الرئيسيه. التجربه الرئيسيه بيحصل ايه؟ باضافه حمض الكربوهيدراتي المركز المحلول ونيتروات الصلب مع التسخين يحصل يصعد ادخيه بنيه حمراء ان او 2 وتزداد كثافتها باضافه القليل من خلاطه النحاس. سي يو ده اكيد صلب لان انا كده كده قايل لك خلاطه النحاس وده اللي عشان كده هو مركز. تمام دي كانت التجربه الرئيسيه. التجربه التاكيديه شرحتها في محاضره وزن المعدات. التجربه التاكيديه هي تجربه الحلقه البنيه ماشي. قلت لك من شويه ان اي معادله فيها حمض الكربوهيدراتي مركز فيها تاثير الا حمض الا معادله الحلقه البنيه. معادله الحلقه البنيه اول حاجه ما تنساش انها تجربه تاكيديه على مول على حمض النيتريك صح؟ على حمض النيتريك فاكيد اللي داخل ايون النيترات ان ايه؟ ان او 2 ان او 3 لا الحلقه البنيه بقى مرتبات ايه؟ والله اف اي اس او 4 يعني كبريتات الحديد 2 ماشي زائد اتش 2 اس او 4 يعني حمض الكبريتيك المركز. المركز يعني حط ال يعني حط كوم ما تحطش تسخين لسه يجري. تمام اف اي اس او 4 والله ده كبريتات. الكبريتات بتدوب ولا بتدوب؟ جميع الكبريتات بتدوب في المعنى عدد اي جي اتش جي بي بي كاتشن باري يبقى بتدوب. ان ايه ان او سي والله دي بتدوب ماشي. اللي هيطلع بقى من الحته دي والله الاف اي بدل ما تبقى كبتات الحديد 2 تبقى كبتات الحديد 3. كبتات الحديد ايه 3؟ تبقى اول حاجه بقت اف اي 2 اس او 4 باي 3. تعال نكمل. النيترات ان او سي الصوديوم ياخد الاس او 4 يبقى يطلع لنا ان ايه اس او 4. مش انا كنت بقول لك ان البوتاسيوم هياخد الاس او 4؟ اه الصوديوم المره دي عمل الحكايه دي ان ايه 2 اس او 4. ما دام ان ايه 2 اس او 4 يبقى انت على طول تروح هنا وتحط 2. تمام. طب بالنسبه للان او سي استنى واهدى على نفسك حبتين. في هنا اتش 2 اس او 4 صح؟ الاتش 2 بتخرج زي ما هي الاتش 2 بتخرج في الميه. تمام الاتش 2 بتخرج ايه في الميه. طب اتبقى بقى ان الان بيخرج كغاز. غاز مين؟ غاز اول اكسيد النيتروجين ولا غاز ثاني اكسيد النيتروجين؟ لا ده غاز اول اكسيد النيتروجين ماشي. نرجع للمعادله.
المعدة دي وزنها نزل ووزنها في معدل الوزن معدلات بالطريقة الجبرية يعني الطريقة اللي هي التقيلة ماشي. فبالتالي انت لو عايز تحفظها بتحفظها كده 264 2 نترات الصوديوم 6 كبدات من حديد 2 و4 عند كبديك ماركر. ما دام في 4 عند كبديك ماركر يبقى اكيد في 4 ميه تمام. و2 ان ان او 3 يبقى اكيد 2 ان اتعدلت 2 ان لسه ما اتعدلتش يبقى هيكون هناك 2 ان او المعدل اتغيرت اكيد تمام. لسه فاضل اف اي. اف اي كان دخل ك6 هنا خارج ك2 يبقى حط هنا 3 كده المعدل موزونه وزي الفل. ايه اللي بقى يحصل؟ لسه فينا الحركه البنيه. والله ده بيدور وده بيدور كبدات وده كبدات لا ثواني كبدات وده كبدات هم الاثنين بيدوروا مفيش مشكله. وده ايه؟ وده غاز وقلنا عادي من اللون لسه ما تحولش لاي حاجه غاز. ايه اللي يحصل بقى؟ والله الغاز اللي طلع ده يتحد مع الاف اي اس او 4 اللي كان داخله في التفاعل زائد ان او يطلع لك اف اي اس او 4 دوت ان او حركه بنيه. حركه ايه؟ بنيه. يبقى اف اي اس او 4 دوت ان او هي الحركه البنيه اكيد يعني هي حركه بنيه يبقى اكيد مش سايبه صح؟ اذا هي سائله. اذا هي انا اسف هي متوسطه اس. اذا الحركه البنيه هي اف اي اس او 4 دوت ان او هي عباره عن معدل طولها حبتين ومعدل قصيره جدا تمام. مفيش اي مشكله مش معدل يعني يعتبر هي زائد اتحولت دوت تمام. اوكي دي التجربه الاكاديميه. عايزين بس ناكد على جملتين. هي ايه اللي ممكن كيف تزول الحلقه البنيه؟ انا جيت اسالك كده على الاسئله كيف تزول الحلقه البنيه؟ بتدوب بحاجتين بالرد وبالتسخين. بالرد والتسخين ماشي. السؤال الثاني ما الاحتياطات اللازم توافرها عند التفاعل؟ مين يا ترى؟ اثنين برضه. الاحتياط الاول ان اف اي اس او 4 دي تبقى حديثه التحضير. واحد يقول لي ليه؟ اول حاجه هي دي ايه؟ كبدات الحديد اثنين لونها ايه؟ اخضر. سميناها ايه في الوحده الاولى؟ زاد اخضر. في نفس الوحده الاولى في المراجعه بتاعت الوحده قعدت اسالك كذا مره على كبدات الحديد اثنين وكان كذا سؤال. فاكر انت بقى السؤال بتاع الاختيار اللي قلت لك كبدات الحديد اثنين هيحصل لها اكسده بعد كده هيحصل لها ترسيب فيكون هيدوكسيد هيحصل لها ترسيب مع هيدوكسيد الصوديوم يكون هيدوكسيد الحديد الثلاثه. قلت لك ليه؟ والله لانها حصل لها اكسده في الهواء فبقت كبدات الحديد ثلاثه. فلو هي بقت كبدات الحديد ثلاثه مش هتعرف تدخل في المعادله. اذا لازم كبدات الحديد اثنين تبقى حديثه التحضير يعني لسه لونها اخضر. لسه لونها ايه؟ اخضر تمام. ليه؟ عشان تدخل في المعادله. لو كبدات الحديد ثلاثه مش هي اللي هتدخل في المعادله، المعادله بتكون من كبدات الحديد اثنين. طب ثاني حاجه إضافة قطرات عند كبديك المركز بحرص إلى جدار الأنبوبة. جدار إيه؟ الأنبوبة، يعني ما بتفتحش ما تكونش الأنبوبة ثابتة كده وتحطها تطلع تقول لا، بتعملها بجدار الأنبوبة، لازم تنزلها إيه؟ بحرص وبدون. تمام. دي الأسئلة ممكن تتأسع تتسير على التجربة التأكيدية اللي بتاعت الحلقة البنية. والله معدلك تكون حافظها، سؤالين دول تكون حافظهم، ومن غير أي استفسارات تانية. بس كده. يبقى حمض النيتريك المركز بالتجربه التاكيديه بتاعتي حمض النيتريك المركز متوسط الثبات وحمض الكبريتيك عالي الثبات او ثابت. فبالتالي في حمض الكبريتيك بيحل محل مع التسخين بيحل محل حمض النيتريك المركز في محلين في املاح ومحاليل تمام. وبيفصل على سود ايه؟ على سود غاز ويمكن يكشف عن الكرش المناسبه. حمض مجموعه النطاق عشان نكشف عن التجربه الرسائل بيقول ايه؟ باضافه حمض الكبريتيك المركز مع التسخين الى ملح الصوت الى ملح نترات الصوت تمام. ايه اللي هيحصل؟ والله هتصاعد ادخله بنيه حمراء. لو مش عارف تحفظ المعدل او مش عارف ايه الارقام اللي بالظبط اللي هتطلع جرب الطريقه اللي هي الرسمه بتاعتي تمام. وتزداد كثافتها باضافه خلاط من النحاس. انت بين المعدل دي سهل لان النحاس هيطلع نترات النحاس وشوف الباقي هيطلع ايه؟ هيطلع لك فيس 4 اتش يعني هيعملوا ميه 2 اتش 2 ولسه فيه
هيبقى في لسه 2 ان هياخدوا او2 ويبقى كل حاجه تطلع 2 ان او2. بالتجربه التاكيديه اللي هي حلقه طبيه لازم تحفظ في دماغك رقم 264، لان هتضطر في الامتحان تعمل التجربه تعمل الطريقه الجوابيه وتطلع الرقم. ده طبعا هياخد منك وقت. هو صحيح في وقت في الامتحان عادي مفيش مشكله، يعني ما تصدقوش كلام الناس اللي بيقولوا الوقت على قد، لا الوقت مش على قد ولا حاجه، الوقت في وقت كتير الحمد لله. ماشي. الحركه البنيه هي ايه؟ اف اي اس او 4 دوت ان او. طبعا هي هتتقاس بتزول بايه؟ بتزول بالرق وتزول بالتسخين. ايه الاحتياطات اللي لازم اعملها واحنا بنعمل تجربه الحركه البنيه؟ لازم تبقى كبريتات الحديد 2، لازم تبقى كبريتات حديد 2، فبالتالي لازم تبقى حصه التحضير، يعني لازم يكون لونها كده من بره اخضر، بنسميها زاج اخضر، بتكون على شكل بلورات خضراء. تمام. لازم اضافه حمض كبريتيك مركز بحرص الى انبوبه الى جدار انبوبه الاختبار. تمام. كده مجموعة حمض الهيدروكلوريك كلها خلصت. انا دلوقتي حمض الكبريتيك اسف، مجموعة حمض الكبريتيك كلها ايه؟ خلصت. دلوقتي بقى مجموعة كلوريد البارد، ودي مجموعة صغيرة جدا وسهلة جدا وتافهة جدا، واحنا اوريدي دخلنا التجربة التأكيدية بتاعت الفوسفات. المجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة كلوريد الباريوم، كلوريد الباريوم BaCl2، والله بالإضافة محلول كلوريد الباريوم BaCl2 إلى محلول الملح. أوبا. إذا التجربة الرئيسية في حمض الهيدروكلوريك وفي حمض الكربوتيك، بنضيف محل، بنضيف الحمض، مهما كان الحمض مخفف في الجوله الاولى والحمض كبديل مخفف في الثانيه مع التسخين، الى الملح صوده كان في الاثنين، ولكن في المجموعه بتاعت كلود البري بنضيف الى محلول الملح صوده. قلت لك هي محاضره يعني مجموعه كلها مختلفه في حاجتها. ماشي. فيها انيونين، قلنا اول حاجه انيون الفوسفات بي اي 4 سالب 3، نيجي هنا اهو Na3BO4 زائد H أنا آسف زائد BaCl2، مش حاجة بقى على السهم ولا تركيز ولا تسخين ولا أي حاجة، سهم فاضي سادة زي الفل. هيطلع لك المفروض BaCl2 هيحصل احتلال ما بينهم، هيحصل إيه؟ NaCl تمام زائد باريوم، هتبقى تاخد الفوسفات BO4، الباريوم عدد التكسر بتاعهم هو 2، فهنا 2 والفوسفات 3، هنا 3. تمام. نوزن بقى المعادله ازاي يا عم خليل؟ والله الصوديوم اول حاجه لازم احط هنا 2 زي ما هناك معموله، ولازم احط هنا 3 زي ما هناك معموله، عشان كده يطلع NaCl هيطلع كام؟ 3 في 2 6، وهنا في كده حددت 2 في 3 6، فهتبقى 6 NaCl. ماشي. ده محلول زي ما التجربه الرئيسيه قالت، ده محلول وده راسب. راسب ليه؟ ده فوسفات الباريوم، هل الباريوم من المجموعه الاولى ولا امونيوم؟ لا، اذا بيزو، اذا راسب. راسب لونه ابيض. راسب لونه ايه؟ ابيض. ويزو في حمض هيدروكلوريك مخفف بخلاف العاده. اذا ال Ag3BO4 راسب اصفر بيزو في محلول النشادر وبيزوق في حمض النيتريك المركب، حمض ايه؟ النيتريك المركب. مع ان المفروض ما يدوبش بس يا بيدوب. ماشي. راسب اما بقى فوسفات الباريوم، راسب ابيض يزوق في حمض الهيدروكلوريك المخفف، مع ان المفروض برضه ما يدوبش. فالفوسفات انت عارف ان هو مجنون. فالفوسفات مجنون. الباقي الكربوهيدرات انيون. الكربوهيدرات انسان عاقل طبيعي جدا. طبيعي جدا. انيون الكبريتات ايه بقى معدلاته؟ والله انسان طبيعي وعاقل جدا. خلينا اعدل الضحك شويه. انيون الكبريتات اس او 4 سالب 2، نيجي على المعدل ان ايه 2 اس او 4 زائد بي اي سي ال 2، السهم فاضي ساده ما عندوش حاجه ولا فوق ولا تحت،
انت تعرف ان اس ايه؟ اس ايه داخله 2 وال ان ايه داخله 2 حط جنبها 2. وانت تعرف فاليو اس او 4. والله انت لو عايز تعملها تحط هنا 2 وتحط هنا 2 ده طبيعي 2 و2 اه، بس احنا قايلين يعني اي انسان طبيعي عارف ان لو 2 و2 بيشتغلوا مع بعض. ولو كتبت 2 و2 هعملها لك غلط عادي جدا. غصب ابيض، ايه ده برضه غصب ابيض؟ اه، ولكن في واحد مغلوب بيده في حمله هيدروكلوريك، واحد عاقل ما بيلاقيش في حمله هيدروكلوريك. فمين المجنون؟ الفوسفات. فوسفات مع باريوم مجنون بيده في حمله هيدروكلوريك، وفوسفات مع فلتا مجنون بيده في حمله النشاط وبيصود فيه الحمض النيتري. تمام، اذا التجربه الاساسيه بايضاف المحلول كلوريد الباريوم الى محلول الملح. مع الفوسفات هيتكون رصاص ابيض من فوسفات الباريوم يزف في حمض الهيدروكلوريك المخفف. مع الكربونات هيتكون رصاص ابيض من كربونات الباريوم لا يزف في حمض الهيدروكلوريك المخفف. تمام. والتجربه التاكيديه بتاعت الكويس فايل بتاعت الاي جي ان او سي عملناها كويس الحمد لله. التجربه التاكيديه بتاعت الكربونات باضافه محلول اسيتات الوصول برضه. اه بص يعني كمان مجموعه حلوه جدا اسيتات الرصاص الى محلول الملح. طب انت اسيتات شفتها ليه قبل كده؟ شفتها يا عم خليل، شفتها يا عم خليل، اه شفتها في التجربه الرئيسيه بتاعت الكبريتيد بالذات، ان ال H2S لما تفاعل مع CHCCOO by 2 BB ماشي طلع لك ايه؟ والله طلع لك BBS ده راسب، كان راسب اسود، كان راسب ايه؟ اسود، وكان مطلع لك اثنين حمض اسيتين. طب نشوف كده هيطلع لنا ايه؟ نشوف ادي Na2SO4 زائد CHCCOO Na2BB. المعطفات دي ما عندهاش حاجة، السهم فاضي ما عندوش حاجة. يطلع لك والله الأسيتيك هيمسك في الـ Na CHCCOO Na، حط هنا اتنين، اسمه أسيتات الصوديوم. لأن أنا قلت لك قبل كده الحتة دي اسمها لوحدها أسيتات. تمام؟ ماشي، والمفروض يعني انك انت لما ناخد في العضويه المفروض هنسمي بعد السي او او بنفصل ونسمي اللي بعديه، فلو اسيتات نسميه لحته لوحديها نقول اسيتات الصوديوم، تمام؟ لا مثلا افتكر في المحاضره اللي فاتت ما قلت لك قبل كده كان سي اتش سي سي 2 اتش 5، الحته دي اسمها ايسايل، فاسمها اسيتات ايسايل، يبقى بعد السي او تروح فاصل وتروح بعد كده كاتب بقى اللي بعديها. تمام. اول حاجه اسيتات الرصاص، اي اسيتات بتدوب في الميه تبع القواعد اللي قلناها، اي اسيتات بتدوب في الميه تبع القواعد اللي قلناها، ويطلع لك بعد كده بي بي اس او 4 ده واصف اسود ابيض، واصف ايه؟ ابيض، واصف ابيض. اذا كبريتات الرصاص واصف ابيض. تمام، اذا في المعادله الاولى كان كبريتات ال مش كبريتات، كانت كبريتيد الرصاص كان لونه اسود، اما كبريتات الرصاص لونه ابيض. مجموعة كلوريد الباريوم مجموعة من أسهل المجموعات، هي أسهل المجموعات وهبلة جدا، وحتى التجهيزات بتاعتها وكل حاجة فيها بيضة، كل حاجة فيها بيضة ماشي؟ ما عدا الـ AGBO الـ AGCBO4 وصف أصفر، وصف أصفر، بس هي كده كده الفوسفات كلها مجنونة على بعضها. تمام، إذا كيف يمكنك التمييز بين الفوسفات والكبريتات؟ الفوسفات والكبريتات بنحط عليها كلوريد الباريوم، واحدة طالعة عصب أبيض يزف حمض الهيدروكلوريك يبقى ده كان فوسفات، واحدة طالعة عصب أبيض لا يزف حمض الهيدروكلوريك إذا ده كان كبريتات. تمام، التجربة التأكيدية للفوسفات مع نترات الفلتر زي الكبريتيد والكبريتيد والكلوريد والبروميد واليوديد، هي بتطلع إيه؟ عصب أصفر بيزف في النشاتر وبيزف في النيتريت. أما التجربة التأكيدية للكبريتات فمع الأسيتات الوصال زي الكبريتيد، بس الكبريتيد كانت تجربة رئيسية، تجربة تأكيدية. ماشي، هيطلع لنا غصب أبيض من كبريتات الرصاص. ماشي كده اقدر اقول لك انك انت خلصت التحليل الكيميائي للكشف عن الانيونات، وهتتلخبط وتقول خلصت التحليل الكيميائي للكشف عن المركبات العضويه اطلاقا. انت قلت ان التحليل الكيميائي نوعين صح؟ تحليل كيميائي كيفي او نوعي او وصفي، وده بيكشف مفهوم عن المركبات العضويه لو كانت مجموعات، لو كانت مركبات عضويه مجموعات وظيفيه وعناصر، احنا كده مركبات غير عضويه. انيونات وكاتيونات، انت خلصت الانيونات الحمد لله، والمره الجايه المفروض ان احنا ناخد الكاتيونات. تمام، طب مين اسهل مين اصعب، الانيونات ولا الكاتيونات؟ والله الكاتيونات اصعب بكتير، ولكن كتاب المدرسه عاملها اسهل بكتير. كتاب المدرسه قال ان الكاتيونات كتير جدا، يعني انت عندك شفت كام نافلس؟ شفت كام نافلس؟
ماشي، فبالتالي شفت كام انيون وشفت كام قد ايه كاتيونات. ماشي، فاحنا عندنا المفروض في ست مجموعات في الكاتيونات. المجموعه الاولى شالوا لنا منها المعادلات وشالوا لنا منها التعليلات، قالوا لنا بس المجموعه دي فيها انيونات فيها كاتيونات ايه؟ حاجه سهله جدا. طب المجموعه الثانيه والله قالوا لنا هي بتتكون فين وحطوا لنا فيها معادله واحده. واو، المجموعه الثالثه هي اللي فيها معادلات، وكل معادله فيها انا قلتها لك في الوحده الاولى، معادلات في قمه التفاعل، معايا معادله واحده بس اللي بتاعت ميتا المونيات، ودي 100% جايه في الامتحان، عشان قلت لك اي مركب فيه اي معادله فيها مركب اسمه غريب لازم يجي في الامتحان. يعني لو باعت سيادات الصوديوم 100% تيجي في الامتحان، ميتا المونيات الصوديوم مش 100% يعني 100% واحده اللي انا هقول لك عليها تيجي في الامتحان او اثنين يعني. ماشي، لو باعت سيادات الصوديوم ميتا المونيات الصوديوم وفي شويه في الكهربيه وفي شويه في العضويه ان شاء الله. تمام، المجموعه الاربعه والمجموعه الخامسه والسادسه دي حاجات تافهه جدا، ويعني مهم انها الكويشنات كلها سهله. ماشي، انت دلوقتي من الفيديو بتاعك خالص، ورب يكون وفقك ان شاء الله، اكون وعرفت وصلت معلومه اكتر من اي حد، وبتقسم برضه من وانا حتى ما اقدرش اعمل واجب، وان شاء الله البوستر هيكون لام كل الكلام ده. بس انا بقول البوستر مفروض، يعني البوستر مفروض؟ البوستر ما هو الا تنظيم لما في كتاب المدرسه مع شويه نقط مهمه بس اكيد مش زي الشرح اللي بعمله يعني، ولا يجي 50% الشرح اللي انا بعمله. البوستر ما هو الا تنظيم لكتاب المدرسه، ده بتاع مراجعه ليله الامتحان. ماشي، يعني ممكن تفتح البوستر كده ليله الامتحان اللي انا هعمله اللي هو الاسبوع الجاي ان شاء الله، هبقول الاسم هينزل امتى على الصفحه ان شاء الله، وهيكون اللينك موجود. الساعه 9 اللينك يتفتح، الساعه 12 اللينك يتقفل على طول. تمام؟ لازم الكل يكون موجود، اي حد ماشي بس تعمل حسابك انه جاي في المحاضره الفخمه كله هيكون فيه. ماشي؟ يعني ما تعملش اسمك واحد يقول واحده ثانيه بس. ماشي، مع ان المحاضره الفخمه موجوده يعني بقول لك من الاخر الامتحان هتكمل غير عضويه. تمام، ان شاء الله لو كل حاجه بقت حلوه انت تعمل متابعه ولايك كومنت، حتى لو في حاجه وحشه او ما عجبتكش يا ريت تعمل انتقادك بس يكون انتقاد يعني بادب، وتقول ايه النقط اللي انا ما قدرتش اقدمها لك كويس، واحاول قدر الامكان ان انا ابعدها. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيه كشف عن الكابتنات مع شويه اسئله لما للحاجات اللي فاتت. ربنا يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله كلكم، ويسعدكم تدخلوا كل اللي انتم عايزينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.